سيادي النقيب، حضرات السادة الأعضاء، كنا أمام معركة فاصلة، لحظة فارقة للمحاماة أولا بين ماض يعتز بتاريخه ومستقبل في علم الله، مستقبل يحوطه الغيب والظلام. انقشع هذا الظلام بالحكم الصادر لصالحكم ولصالحنا ولصالح المحامين. لم أشك يوما بأن هذا الحكم سيصدر، ولكن هناك علامات يجب أن نضعها في اعتبارنا معالي النقيب. أولا، ظهر في هذا اليوم أمران: المحب لنقابته ولمهنته والذي يعتز بها، وهذا الذي هرع إليك بل إليه بل إلى المحاماة. وظهر على عكسه أيضا من هرب من الموقف في الدفاع عن قضية المحامين الأولى والمحاماة. ومن هنا عرفنا من معنا ومن علينا. ثم ظهر العامل الثاني، ألا وهو إرادة المحامين ووحدتهم التي تزلزل الجبال. عن حق أقول، ولأن هذا اليوم فارق في التاريخ، سيد الرئيس أطالب بأمرين. لا يعتبر أحد أن هذا فيه مبالغة، لأنه سيكون ردءاً للمستقبل. الأول، اعتبار هذا اليوم أنه يوم عيد للمحاماة أو يوم للمحاماة أو يكرم فيه كبار قادة المحاماة، ولكن لابد أن يعرف القاسي قبل الداني أن هذا اليوم كان لحظة فارقة في تاريخ المحاماة، مش في مصر، في العالم العربي أجمع، مش في العالم العربي، ده نصر للمحاماة بصفة عامة في العالم أجمع، لأن كان هناك تهديد ووعيد للمحامين وللمحاماة، وأبدا لن يصدر هناك محاكمة المحاماة كما كان ذلك. الاستنتاج الثاني سيد الرئيس، بل أنا أطالب وأرجو بطباعة مرافعة سيادتك وتوزيعها على كل محامي حر في مصر، وتكتب كده المرافعة عن المحاماة والمحامين، وتوزع على الشباب قبل الكبار حتى يعلموا قيمة مهنتهم وصفتهم ومن قبل نقيبهم. ستتعرض مرة أخرى، مش بالضرورة من نفس الأمر، عصرنا هذه المواقف معك وكنا نهرب ونتركك وحدك. الآن ظهر، قد لا يوفقني البعض أو قد يغضب مني البعض، لكن هذه حقيقة، بأننا لابد أن نلتف حول نقيبنا ونقابتنا ومهنتنا، وحينما التفينا كان نصرنا. أنا بأكد يا سيادة النقيب، على اعتبار اليوم ده اعتبار يوم عيد للمحاماة، لأن اللي جاي أكبر، فإذا رأوا منا اعتزازنا بمهنتنا خشونا، إذا رأوا منا وحدتنا خشونا. بطلب من سيادتك استغلال هذا الأمر في تحفيز إرادة المحامين وخاصة الشباب الذين رأوا فيك الأمل الذي يزود عن المهنة وعنهم، ونحن بإذن الله بإذن الله، سواء قدر لنا الله الحياة أو النجاح أو عدم التوفيق، معك حتى آخر العمر بإذن الله، ليس نفاق يعلم الله عز وجل، ولكننا نرى فيك الأمل الذي في ظل هذا العصر قادر على قيادة سفينة المحامين والمحاماة في بحر يتلاطم فيه الأمواج.